نكمل معكم كورس العروس. عندنا اليوم راح نسوي المقشر بارت 2. نجيب 6 ملاعق من السكر ونضيف عليها شوية من زيت فيتامين اي وزيت اللوز المر واي لوشن موجود عندكم ممكن تضيفون عليه. وبعد كذا نضيف عليها شوية من النيل المغربية، تقريبا ملعقة من النيل المغربية، لازم تكون النيل المغربية تكون أصلية. نخلط المكونات كلها مع بعض ويوضع على الجسم بعد الصابونية، طبعا يوضع على الجسم ويفرك لمدة 5 دقائق ويترك 5 دقائق أخرى. بعد كذا نغسلها بالموية فقط ونيجي للبارت 3 نوريكم إيش نسوي بعد كذا. أهم شيء لا تنسون اللايك والاشتراك، وأذكروا الله في التعليقات، وصلوا على رسوله الكريم.